بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، وحياكم الله وتحية طيبة لكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. ونحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم وعبر قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه وحياة، الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. كالمعتاد مشاهدينا الأحبة نرحب بضيف البرنامج سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله، بارك الله بكم وسلمكم الله وتقبل الله أعمالكم. نعم، حياكم الله سيدنا. كالمعتاد في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نخصص الدقائق الأولى للحديث عن موضوع معينة. اليوم سماحة السيد بودنا نتحدث عن السعي نحو الرزق. يعني للأسف كثير من الأشخاص، وربما يعني هناك يعني أفراد لم يسعوا إلى يعني الرزق، وبالتالي لم يبحثوا عن فرص العمل، ودائما يتذمرون: لماذا الله عز وجل يرزق فلان ولم يرزقني؟ لماذا يعني زيد من الناس لديه مثلا بيت واسع أو سيارة حديثة، ولكن أني الله عز وجل ما يرزقني؟ العلم هو ما يبحث وما يسعى للحصول على هذا الرزق. نعم، حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال الله سبحانه وتعالى أعطى إمكانيات للإنسان، وسخر له الوجود. الله سخر للبشر آيات كثيرة في أنه سخر له السماوات والأرض، سخر له البحار والأنهار، سخر له الأنعام والدواب. الله سخر كل شيء للبشر، سخر يعني جعله في ماذا؟ تحت اختياره. أنت هذا الصحراء، يلا تفضل، هاي الأرض وهاي الشمس وهذا الماء وهذا النهر. الله أوجد إمكانيات للبشر على أن ماذا؟ على أن يعمروا هذه الدنيا، أو يعمروا هذه البلدة. وترى أنه يتكلم عن أقوام سابقين أنه كيف عمروها وكيف عمروها وكيف جدوا وكيف اجتهدوا. فمسألة أن الإمكانيات غير متاحة هذا غلط. إمكانيات متاحة، واحد يطو مولانا ينطو الأدوات، الأكل، الخضرة والملح والنار والدهن واللحم والبصل كله قدامه، يقول أنا جوعان. يقول أخي، هاي أدوات الطبخ موجودة، رتبها اطبخها. يقول لا، أنا أريد الأكل جاهز. يأتي على بعض الناس هكذا، بعض الناس في واقع الحال يريد الرزق يأتيهم شنو؟ رغدا بلا تعب. وخارج الرجل يريد الأمور، يدعو: يا ربي وينك؟ يا ربي يا رزاق يا كريم. رب العالمين يقول أنا ما أنشأت الدنيا وما أوجدت الدنيا بهذه الطريقة، أن بالدعاء أرزق. لا بد للإنسان أن ماذا؟ أن يجد. من جد وجد. لا بد أن تجد وتجتهد وتمشي. يضربون في الأرض، يضرب في الأرض يعني يشتغل ويسافر السفر، يقوم يروح ينتقل من هنا إلى هنا، يجيب سلعة، يودي سلعة، يبيع سلعة. التجارة شنو معناته؟ يعني واحد يقوم يطلع. الضرب بالأرض يعني السفر، السفر. وشوف الآيات أنه يركبون البحار ويسيرون على حال البراري والوديان، حتى شنو؟ حتى يلقى لقمته وينها، رزقه وينها في أي مكان. نعم، بعض الناس الله سبحانه وتعالى جعل رزقهم سهلا، وبعضهم جعل رزقهم صعبا، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يموت جوعا. هو إذا يحاول أن يتحرك في هذا الاتجاه، فإذا وسائل
وسائل المعيشة وسائل الحياة متاحة، بس الإنسان لابد أن هو شنو يركب هذا هذا شايفين أنتم بعض الألعاب لعبة هي صورة بس شنو مقطعة تحتاج إلى تركيب. أحسن تركيب إحنا في الواقع علينا تركيب هذه الأمور حتى تصل وحتى تنتج. هذا الفلاح إذا هاي البذرة ما يجيبها ويخليها في الأرض والأرض هم يطهرها من الأملاح من المشاكل اللي هي مضرة لهذه البذرة وما يزقيها وما يراعيها، طبعا البذرة تبقى بذرة والفلاح يبقى جوعان والأرض تبقى شنو؟ أحسنتم. قاحلة. متى تكون الأرض مزروعة؟ متى تكون الأرض مثمرة؟ عندما يأتي الفلاح يضع هذه ويراعيها ويداريها وعلى رب العالمين شنو يتوكل في ثمرها. نحن في للأسف الشديد يعني أقولها وأنا على يعني على مضض أقولها أنه الناس صارت عندهم حالة أنه إذا ماكو وظيفة يعني أنا معطل. لما أشوف الشباب ها أخويا وين؟ قال والله ما عندي شغل. يعني شو ما عندك شغل؟ والله سيدنا لا تعين لا وظيفة لا تعين. هاي كلمة تعين كلمة وظيفة كأنما تسبيح يسبحون. مو هالشكل أخي الكريم، ماكو وظيفة بس أنت يمكن لك أن تدبر لك حسب تعبيرنا مكان شغل شركة سيارة تسوق بها تشتغل أي شيء اللي يمكن أن يكون شنو سبب للمعاش. يعني أنتوا تدرون إحنا هذه بلادنا من يبنيها؟ مو كلهم تجار، اكو عمال اكو كبار اكو صغار اكو الحياة هالشكل. يعني لو مو شارك. يعني لو ماكو خباز احنا ناكل خبز؟ لما واهلك او والدتك تخبز، واذا ما والدتك تخبز شو تسوي؟ لا تحتاج خباز. فاذا في المجتمع اكو خباز، في المجتمع اكو عامل، في المجتمع اكو بنا، في المجتمع اكو بقال، في المجتمع اكو هذه لابد ان اكون ضمن وضع يعني في وضع المجتمع. واحد يقول يعني شنو سيدنا تريدني انا اكون خباز وجنابك تصير دكتور؟ كل واحد هو اذا تعبت على دراستك ونفسك ووصلت الى يصل الى هذا النتيجة اتصل. نعم احسنت. اما تقول لا انا وصلت ماكو وظيفه. جيد، انا مهندس حاسبات ماكو وظيفه، خلاص يعني ما اروح وراء شركات يا جماعه تعسون شركه تعال كذا. الا ان تاتوا الفرصه. الله يعلم يا اخ احمد. لا. الله يعلم. بعض الاخوه اشوفهم وهم عندهم وظائف وظائف بالدوله. لا. قال احنا عرفنا الوظيفه. قلت له ايش عجب؟ قال سيدنا شو الوظيفه؟ انا محدد بوقت بزمن وبراتب محدد. انا رحت فتحت لي شركه. واحد ذكر لي الي وما يقبل اجيب اسمه ولا اجيب اسمه. رحت سويت لي شركة أخذ زوار إلى إيران وإلى سوريا إلى تركيا، بعدين شوي شوي قمت أخذهم للعمرة. سيدنا الآن أنا الحمد لله، مو بس الحمد لله، أنا الآن في واقع الحال أعيش أكثر من 50 عائلة. 50 عائلة، كل عائلة بيها خمسة، يعني أنا 250 إنسان جاء أعيشهم. وأنا كنت مهندس في دائرة أبصم وما أبصم وراتبي كذا محدود. فبعض الأحيان شوف الإنسان لما يتوجه إلى بعض الأعمال التي في الواقع قد تكون أحسن. بل أنا لو أدري الأخ يفتح هذا الموضوع ويسألني هذا لأتيت ببعض الروايات تذم بعض الروايات تذم الاقتناع بالحسب تعبيرنا بالرزق المحدود. الذم يعني العمل برزق محدود. يقول لا، أنتوا ادخلوا في عمل رزقكم يكون مفتوح. يعني راتب الراتب وإعطاء الراتب المحدد هذا مذموم، أنه كل شهر راح يخليه شنو؟ راح يخليه ذو دخل محدود لا يتألق لا يتطور. وهذا يرجع لهمة الإنسان. همة الإنسان، فما ضعف بدن أما قويت عليه النية. أنا إذا نيتي قوية وإذا عندي تصميم وعندي تخطيط وعندي شوية حسب تعبير نباهة أصير مولانا. ما أعرف الأخوان يدرون ما يدرون، يقرون ما يقرون. هذه الشركات الضخمة الآن العالم كله قائم عليها، شركات ضخمة جدا،
سامعين بشركة أمازون؟ نعم. سامعين؟ نعم. شركة أمازون؟ نعم أحسنتم، من كبريات الشركات. من كبريات الشركات نعم. العالمية فيما يرتبط بالتوصيل. نعم. زين. اقرأوا هذا رئيس الشركة، مؤسس الشركة شنو كان؟ وين بدأ؟ من وين بدأ؟ وشلون كان؟ اقرأوا رجاءً. كان فد واحد عامل مسكين يريد واحد يشغله ماكو. قام يودي حاجة من هنا يوصل لهنا، يعني اللي يسوق يودي البيت وهذه. نعم. واشتغل بالبريد، بعدين الآن سوى مولانا ما أدري يقولوا ملكية 30 مليار دولار، بس ما نتكلم بالأرقام بس أقول همة. فأما أنه الإنسان في الواقع يكون حالة من الاسترخاء ويقول ها وين الله، شو ما رزقنا شو ما كذا، رب العالمين يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اشتغل اكدح واعمل، ستلقى شنو جزائك في الدنيا والآخرة. يعني إذا كان عملك طيب على حال ستراه في الدنيا وآخرة. فلا بد الإنسان أن واقع الحال لا ينحصر ولا يحصر نفسه في أعمال محدودة أو في أشغال محدودة. وإن كان أنا خليني أذكركم قصة رجل يعني من العمال في ميناء الكويت. هذا واحد من عمال كان يشتغل، طبعا هاجر من جنوب إيران، أعتقد من مناطق أطراف شيراز، هاجر إلى الكويت. تدرون الكويت كانت دولة على حال شوية تجارة فيها، وذولهم شوية حسب تعبيرنا ضغطوا عليهم فيما يرتبط بالإقطاعين ما إقطاعين. هاجروا البعض إلى الكويت حتى يشتغلون. وين يشتغلون؟ بالميناء. شنو شغله هذا الرجال؟ حمال في الميناء. حمال. شايفين الآن بعض الشباب يشتغلون حمالين في شورج وغير شو، حمال. وهو مو عمل يعني كذا، هو عمل شريف ويحصل الرزق الحلال. رزق حلال. اشتغل حمال في ميناء من الموانئ البسيطة، لنجات كانت تجي، لنجات ومراكب تجيب من الهند بعض المواد وكذا. تدرون ما كانت تجي اللي موجودة الآن بال الحركة التجارية. والحمال شلون يعني كان يشتغل؟ طبعا ما ماكو حماميل، كله أجهزة تنقل الأشياء بالرافعات الضخمة ويخلوها بالسيارات وتتحرك. ماكو أشخاص الآن كحماميل وحمالين، ماكو. بس أول كان حمالين. هذا الحمال شي يسوي حتى يشيل على ظهره شيء؟ شي يسوي؟ ما تدري أنت. ماذا يفعل؟ أكو فد شيء حاجة يسووها من التبن، من التبن، حتى حشاكم حشاكم حشاكم، حتى الحمار من كانوا يحملوا شيء يخلون على ظهره فد شيء من التبن حتى ظهره لا يتأذى، وفوقه يخلون هاي الأشياء اللي يشيلوها. هذا الأخوة الحمالين كانوا يخلون على ظهرهم هاي اللي مال حمل الأشياء على الظهر، ما شيء يسموه واقعا اسمه ما أعرف اسمه شنو، ما يضعه الحمالون على ظهورهم لحمل الأمتعة. واحد يكتب باليوتيوب يشوف شنو يطلع أو بالجوجل. هذا الرجل اشتغل سنين. الآن من أثرى أثرياء الكويت. ما شاء الله. من أثرى أثرياء الكويت، يعني بعض الأحيان الأمير أو الكذا الحكومة الكويتية تحتاج بعض السلف تأخذ من عنده. واسمها مو اسم عربي يعني باقي على بس أخذ جنسية. زين. اسمها على حال إيراني، يعني اسمه إيراني. واللطيفة هايهم حلوة، اللطيفة القصر اللي قاعد فيه قصر ضخم. واحد كان رايح يقول سيدنا شيء مهول يعني ضخامته. يقول الغريبة أنه في الديوان اللي يقعد به، احنا نسميه مضيف وما نسموه ديوانية، بالديوانية اللي يستقبل الناس فيها حاط هاي اللي كانت على ظهره، حاطها فوق معلقة. قال له حجي هاي شنو؟ قال له حتى لا أنسى أنا أصلي شنو. سبحان الله. يعني لا أختار. لا أختار وأصير متكبر ومعجب، أنا أصلي حمال،
بس هاي الحمالة هي اللي وصلتني الآن شركات عنده وقضايا عنده. شوفوا يا إخواني والله العظيم بعض الأحيان أشياء بسيطة. أنا أعرف ولد بالنجف عنده بسطية بسيطة كانت في منطقة في المدينة القديمة، الآن عنده دكان، وأنا مبارك له أروح أحسنت عافية كذا، البسطية يصير دكان والدكان يصير عليه حال أسواق والأسواق تصير مول إن شاء الله وهكذا. شكيت من الشباب مدام يسعى فاسعوا أيها الأحبة، السعي والتفكير والدخول طبعا بعقل. الله يحفظ بعض الشباب من القاسم، منطقة القاسم، من الحلة، من كذا، يقول سيدنا احنا بدينا بقرتين الآن عنده ما شاء الله 60-70 بقرة، واحد يقول أنا عندي كم دجاجة الآن صار عنده دواجن. فيمكن الإنسان أن يبارك ويحصل الرزق الكثير، ولكن عموما يحتاج إلى مثابر وجد في هذا. نعم أحسنتم سمحت السيد وبارك الله بكم على هذا التوضيح. أعتقد أنا اتصال من الأخ صالح الشمري، حياكم. نعم صالح تفضلوا حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز أنا منتسب أداوم بالجيش. بلي. دوامي بدي أنا وساكن بواسط. نعم. أثناء الدوام هناك بالدوام نطلع واجب يعني مرات 30 كيلو 40 كيلو 100 كيلو ما نعرف يعني ما تعرف يعني الواجب شو وقت يعني بين يوم ويوم مرات يومية مرات من 10 أيام ما يلوح الواجب. فتأردت شنو حكم الصيام والصلاة هناك من أطلع بالواجب؟ كم يوم دوامه؟ نعم سمحت لي كم يوم دوامك أخ صالح؟ دوام 10 أيام صافي هناك وعشرة بالبيت صافي. نعم 10 بـ10 سمحت لي. 10 بـ10 إيش قيل صاير لك خويا؟ تقريبا صار لي 10 أشهر بهذا المكان، شفت سابقا أنا دوام بالرطبة عن 10 بـ10 هذا نقلنا لديانا صار لي 10 أشهر بهالمكان. واضح يا نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم يا اخ صالح. نعم ابو زهراء. نعم حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصحة. الله يحفظكم ان شاء الله. والله حبيت اسلم عليكم واحب سماحه السيد. الله يحفظك يا ابو زهراء. اي والله اقول لي انساني يعني رحمه الوالده كان اتصلت بي بدايه شهر رمضان. نعم. على مشكلة مال الحشد وكذا. نعم. ايوه. ليس عن السيد ان شاء الله رحمه الامه. بلي بلي ان شاء الله تعالى. نعم حياكم الله. نعم. ويانا اتصال من ام علي، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ الله يبارك فيك ان شاء الله ويحفظك. حياكم الله. نعم حياكم الله يا معالي تفضلوا. سيد شويه اذا تطول بالك وياي، ادري بك صايم وتعبان وشويه انت خلقك يعني عصبي، بس عندي شويه اسئله. نعم سؤال ان شاء الله يجاوبكم. اي اول سؤال، انا بنتي طلقها صار 3 أشهر، هي مو العده مال المطلقه 3 أشهر و10 أيام صحيح؟ لا 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 مو 3 أشهر و10 أيام. شلون العد؟ هسه كملي سؤالك. انا اتعلم سؤالك يا مالك. اي اكمل سؤالي. عمها رايدها وخالها رايدها، فيقولون ما يصير يجون يخطبونها، يردون يجون بالعيد، ما يصير احد يجي يخطبها وهي بعدها العده ما خلصتها، هل صحيح يعني هذا الكلام؟ نعم. اي سؤالي الثاني سيد، صار لي 4 سنوات 5 سنوات تقريبا وهم 6 سنوات انا منقطعة ويا اهلي، يعني امي ماتت ما شفتها، ابويا مات ما شفته، الصوت مو مني، زوجي ما يخليني، يعني هسه حتى ما عندهم بالنجف وين ما عندهم، يعني هم حرام علي مال الوالدين بر الوالدين، انا اصلي لهم اسبح لهم، يعني شو اسوي سيد؟ ما خلاني لا رحت لهم، من رادوا يموتون طلبوني رادوا يشوفوني ما خلاني اروح حتى اشوفهم، شوفوا ما شفتهم حتى بالفاتحه مالتهم اليوم واحد شفت اليوم واحد ورجعت، لا عندهم هم هسه وين مدفوني ولا شايفه، وحرمني من اخوتي وخواتي، بنفسي اقعد وياهم بنفسي اشوف خواتي واخوتي، صار لي بال5 سنوات ما شايفه كل احد، بس بالفاتحه شفتهم ورجعت. سيد تعبت سيد، صار لي 24 سنة أنا وياه، 24 سنة حرمني من الدنيا كلها، لطرعين
للطبين بنفسي اطب يما قلت فاطمه العطاسه شكيله بنفسي 25 سنه 24 سنه ما شايفه ابو فاطمه العطاس. لا يعني شو اسوي؟ تعبت والله تعبت. اريد طلبي منك سيد، وانت تصلي دعيلي سيد، بعد ما عندي صبر. يعني جيت انتحر بس خفت على ولدي وبناتي، والناس ما ترحم، الناس ما ترحم. الصور والله عتبت الباب ما واصلت. اصدق اذا قلت لك عتبت الباب ما واصلتها صار لي من فاتحة ابوي اللي هسه سنتين ما واصلت عتبت الباب. نعم ان شاء الله سمعوني الجواب ان سمحت السيد، الله يحفظك. اريدك تحكي سيد عمودي يسمعك، ملكي يسمعك، هو يقعد على ان شاء الله راح يعلق سماحة السيد على هذا الموضوع. الله يكون بارككم يا ام علي ويحفظكم ان شاء الله. ويانا اتصال من الاخ مجيد، حياكم الله تفضلوا. سيدنا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن السؤال خمسه اسئله؟ نعم خمسه اسئله؟ نعم بلي تفضلوا نسمعكم ان شاء الله. سيدنا المعوض جلسك ذاك اليوم. بلي. انا عمري 22 سنه. نعم. صليت صوم ثلاث سنوات. نعم. اللي قبل كل ما اريد اصلي واصوم الاهل والاغاني يقولون انت معوض ما يصير. نعم يا اخ مجيد، انه صليت يعني صار لك ثلاث سنوات؟ ثلاث سنوات. بلي. وقبل كل ما اريد اصلي الاهل والاغاني يقولوا لا صلي تمام ما يصير لك الصلاه والصوم. نعم. سؤال ثاني. نعم. قبل بالمراهقة. شلون؟ قبل بالمراهقة قلت لك سيدنا. لا نعم بالمراهقة. سويت أشياء مزينة. نعم. ممكن على إشكال حالة سيدنا. بلي. نعم عندك سؤال. وحتى من سمعت السيد تحدث عن حرامي قد تندمي. سؤالك شنو؟ نعم نعم سؤالك الثالث شنو؟ الثالث انا عندي قدامك سبع اخوان. نعم. وهو احمد وصي عليهم غلط عليهم. نعم تتجاوز عليهم؟ ابلي. اي نعم بس هم يعطون الصراحه ما يحاسون ولا يزعلون. نعم. او عندي ام وهاي والدي ووالد احمد عليها مرات. بلي بلي. انت متزوج يا مجيد؟ لا ما متزوج، انا معوق. معوق؟ نعم. اي بس شوية يصير عندي مثل كهرباء وهاي احمد علي والدتي مرات من اتحزن منها. بلي بلي ان شاء الله واضح. سمحت السيد يجاوبكم. نعم سمحت السيد نجاوب على الاخوه. الاخ صالح الشمري منتسب بالحشد ودوامه 10 ب 10، صار له على هذه الحاله 10 اشهر. هو كثير سفر في واقع الحال باعتبار انه يقول انا اطلع حتى في دوامي، يطلع يعني في دوامه 10 ايام ايضا يذهب من هنا وهناك يعني. لا. وما يبقى في مكان واحد، فهو كثير سفر على هذا الأساس، فيصلي تمام ويصوم في كل أسفاره. نعم أحسنتم. سمحت السيد كذلك الأخوة أم علي طبعا كان عندها سؤالين. سؤالها الأول أنه عندها بنت طلقت وخوالها مثلا وعمامها أنه يعني يريدوها. نعم سمحت السيد. أولا عدة المطلقة يا أختي، عدة المطلقة إذا كان طلاق شرعي ثلاث حيضات، يعني هي طاهرة يوم اللي يطلقوها هي طاهرة. نعم. تجيها الحيضة الأولى وتطهر، تجيها الحيضة الثانية وتطهر، تجيها الحيضة الثالثة تطهر. فمجرد حيضة ثالثة فهي شنو؟ تخلص عدتها. نعم. فهذه ما معلومة 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر كل واحدة، عفوا 5 أشهر ماكو، يعني قد تكون 3 أشهر قد تكون أقل. نعم. يعني شوفين واحدة دورتها الشهرية 5 أيام وكل 15 يوم تجيها دورة أو كل 20 يوم تجيها دورة، وشوفين تخلص دورتها أسرع، شهر ونص تخلص. فما نقدر نقول بالأشهر، المطلقة عدتها مو بالأشهر، عدتها بمن؟ بالأقراء. أقراء يعني بالحيض والطهر، شو وقت ما تجيها دورة وشو وقت ما تظهر.
نعم. السؤال الثاني سمع السيد انه يعني تشكو من سوء تعامل زوجها اللي ما يخلي الواقع الشيء اللي ذكره هي يعني شيء ذكره في شيء جدا يعني جدا مزعج. يعني الزوج هذا ماذا يجيب الله يوم القيامه؟ يعني شيء جاوب الله؟ الله لما يقول له انت شنو ماخذ زوجه لو ماخذ اسيره؟ وشنو هالسجن هذا؟ يعني لا تزورين أهليش، تزورين أعمامش، تزورين أخوتيش، أخواتيش. هذا ترضى لنفسك أنت كزوج؟ ترضى لنفسك أنه واحد يقول لك أنت مالك حق تروح أشوف أهلك وأمك؟ أمك مريضة تقول خلي بيجي أشوفه، يقول لا مالك حق تقعد هنا أنا. إلا يعني أنت تقبلها لنفسك؟ تقبلها لنفسك لو تعتبر اللي يمنعك ظالم، وتعتبر اللي يمنعك إنسان قاسي وإنسان فاسق؟ واقع الشكل يعني لو أنت كان ساجنك النظام أو صدام ساجنك ويقول لك يا أبي يوصل خبر أن والدك جاي يحتضر، يقول لك لا ما تطلع من السجن. فأنت هناك إيش راح يصير بحالك؟ تقول هذا النظام هذا الظالم إيش قد ظالم ما يخليني أشوف أهلي، مع العلم أنه لا أنت جلاد ولا أنت سلطان جائر، ولا زوجتك متهمة، ولا زوجتك مجرمة، ولا بيتك سجن، بس أنت مسوي سجن وجاعل من نفسك جلاد وزوجتك جعلها شنو؟ أسيرة. وهذا ستحاسب يوم القيامة حساب عسير. أنا أقول كلمة عسير، أكو روايات في هذا المجال، أكو روايات في هذا المجال. أخي ما يصير، يعني ما يصير. هذا عندها أهل، عندها كذا. حب لأخيك ما تحب لنفسك. شو تحب لنفسك؟ حب للآخرين، مو أنه تحب لنفسك والآخرين شنو؟ تقول عتبة الباب ما شايفته، زيارة الأئمة ما رايحة، شنو صاير يعني؟ أنت تروح للزيارات هي ما تروح؟ أنت تطلع شو أصدقائك هي ما تشوف؟ هل هذا إنصاف؟ هل هذا عدل؟ والقرآن بأعلى صوت يقول وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. هذه عشرة بالمعروف، لو عشرة بالمنكر هذه. اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أزواجكم وزوجاتكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أنفسكم. نعم أحسنتم سمحت السيد. كان الأخ مجيد سمحت السيد اللي هو شخص المعوق دائما يتصل فينا في البرنامج، سؤال يقول أنا قبل يعني صليت قبل ما يقارب اللي 3 سنوات، الأهل والأحبة يعني المقربين اللي يقولوا أنت وضعك يعني ما يسمح أنه صلاة أو صوم. هذا كان سؤال الأول. يعني المشكلة أنه بعض الجهل اللي حوله يقولوا أنت ما دام تسمع أغاني صلاتك ما تقبل، ما دام انت تسوي اشياء مو زينه فصلاه وصوم هذا باطل. وهو هم على هالاساس ما كان يصلي، وهذا غلط. الانسان يصلي حتى لو يرتكب بعض الاشياء على حال خطا اشتباها يستغفر لله، ولكن الصلاه لا تترك، الصوم لا يترك. الانسان لابد ان يقضي هاي الصلوات اللي فاتته، السنوات اللي فاتتك لازم تقضيها، صلواتك لازم تقضيها، وصومك أيضا شيئا فشيئا أقضيه. نعم. السؤال الثاني سمحت السيد، كان في عمر المراهقة عملت بعض الأشياء اللي هي مراهقة. الله غفور رحيم بابا، الله يغفر الإنسان، الله يسامح الإنسان. إذا الإنسان تاب إلى الله توبة نصوحة وطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة رب العالمين، يتجاوز على الناس، الله يعفو ويمحو ويكفر. كل هذه الله سبحانه وتعالى موعدنا بها وهو صادق الوعد. نعم سمعت السيد كذلك كان يسهل يقول في بعض الأحيان أتجاوز على أخوتي. يظهر هو نعم. يظهر هو أخلاقه ويا أهله ويا أخوته وخواته ووالدته مو خوش. نعم. عصبي يصير وكذا، وهذا مو صحيح حبيبي. صحيح هم ما يتحملون من عندك تسبهم الصيح عليهم، هم رحمة بيك يعني باعتبار أنت شوي معوق، هم على حال تنازلون وما يقول لك شيء، بس أنت لا تتعلم على أن تكون إنسان معتدي، إنسان مسيء. الإنسان لازم هو يربي نفسه أن يكون إنسان محسن، لسانه جميل، أفعاله لطيفة. مو أنه واحد
بس اكو بالمجتمع شايفه اخ احمد بلي. بالمجتمع واحد مسكين الله الناس يدرون هذا لسانه بذيء يتحملوه خطيه عيفه بس مو خوش سمعه هذا ابو اللسان البذيء هذا الفحاش هذا السباب هذا العصبي هذا لا يكون. انا في الواقع وان كان اخوتي يسامحوني اخوتي يتحملوني انا اكون انسان حسن الالفاظ وحسن الافعال. والدتك شلون انت تتجاسر عليها؟ ما يصير. هاي والده هي تاج راسك وانت على اي حال لابد ان يعني تفكر 100 مره تفكر قبل ان يعني ترتكب او تتخذ اجراء معين مع والدتك اللي قد يسيء لها. نعم احسنتم سمحت السيد. ويانا اتصال من ام علي حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا هسه اتصلت على مود بنتي المطلقه قلت لك. بلي ام علي نعم. مو هسه السيد يقول لازم يعني تحيض حيض اول وحيض ثاني. سيد هي طلاقها شرعي يعني طلقها عند السيد وبالمحكمه. اي كانت طاهره بس ما خابت هي. سمعيني سمعيني. اي سيد انا مو عصبي زايد انا من اسمع مسائل مو لطيفه شويه اتاذى مو عصبي. لا حقك شوفي حقك. شوفي اختي يوم اللي طلقوها كانت طاهره مو اي كانت طاهره هاي نسميه الطهر الاول بعدين جتها الدوره. لا ما تجيها سيد مو انا جايه فهمك اصلا. اي لان هي عندها اسباب وبرحمها شغلات عندها برحمها فصار لها 5 أشهر ما جايتها الدورة. ها يعني هي في سن من تحيض ولا تحيض. اي اي مو هي لين يعني شغلات عندها مع الدكتورة وهاي مراجعة بل. فما جتها الدورة. صحيح. فهذه ايه هذه تختلف يعني انت لو قالت لي ان يابا هذه ما عندها دوره شهريه او أيه انه أيه انه مضطربه حتى انا ابين. شكرا نعم يا والله. نعم حياك الله. نعم حياك الله. في المضطربه في الواقع المضطربه 3 أشهر يعني عدتها 3 أشهر لانه هي ما تدري شو وقت تجيها شو وقت كذا فعلى اي حال دورتها 3 أشهر. نعم احسنتم سمعت السيد. سمعت السيدة أيضا يعني وردتنا العديد من الرسائل على تطبيق المجيب. معنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص عمل لزوجي السحر لاتفق بيني وبينه، هل يوجد عمل أعمله لإبطال هذا السحر أو يجوز الذهاب إلى الساحر أو أمثاله؟ أولا إحنا ما ندري هذا سلوك السحر أكو أو ما أكو. إذا أنت متأكدة أنه عملوا له سحرا فيمكن إنسان أن ماذا يمكن الإنسان أن يلجأ إلى بعض الأدعية التي في واقع الحال تجعل السحر غير مؤثر أو تذهب إلى أشخاص اللي هم خبراء في إبطال السحر مو تذهب إلى السحرة. أكو أهل الإيمان عندهم أدعية عندهم أحراز عندهم أمور جيدة اللي تبطل السحر، أما أنه تذهب إلى السحرة ففي إشكال. نعم. أيضا معنا رسالة من الأخت محمد من العراق تقول السلام عليكم. أنا متزوجة وموظفة ولدي 4 أطفال أقوم بتربيتهم وحدي. زوجي لا يساعدني أبدا فقط يلومني يقول هاي تربيتك من تصير أي مشكلة أو سوء تفاهم. لا يقدر تعبي وعملي في البيت وعندما تقع أي مشكلة لا يحلها ولا يعطيني مجال أن أشرح له أن يعني هذه المشكلة. دوما أنني يعني في مشاكل مع تعبت من المشاكل والمبالاة ويلجأ كثيرا سمعت السيد لضرب وشتم أهلي علما أنه يشارك مع أهله في حل مشكلاتهم لكن مشاكلنا لا يحلها. سمعت السيد إن شاء الله نجاوب على هذه الرسالة لكن بعد هذا الاتصال. عبد الأمير حياكم الله تفضلوا. نعم تفضلوا انتم على الهواء ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لازم نعم. ابتعد عن التلفاز رجاء الاخير ما نسمع صبيات اخي ابتعد عن التلفاز. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يعني؟ ربي يحفظك ان شاء الله. ممكن سؤال يا سيدي السيد؟ بلي بس ابتعد عن التلفاز حتى يكون الصوت واضح. سمحت سيدي جواب. انا اكل بلي ان شاء الله. فجماعه يقولوا لي انت عن التلفاز رجاء. نعم ليش اعصاب للاسف يا اخي العزيز يعني الصوت غير واضح وبالتالي يعني ما نسمع.
أي واحد متصل في الواقع لما يخلي نفسه ويا التلفزيون، هذا فرق ما بين كلامك وبين التلفزيون 9 ثواني، هذا راح يأثر علينا حبيبي. 100 مرة قائلين أو آلاف المرات قائلين أنه يا جماعة إذا تتكلم إما تبتعد عن التلفزيون تطلع برا أو تقلل صوت التلفزيون، فهذا يخل بأصل البرنامج. جزاك الله خير. نعم أحسنتم سماحة السيد. نجيب سماحة السيد الأخت صاحبة الأخت الكريمة في الواقع أيضا مشكلة اجتماعية، أنه زوجها مشغول بأموره واهتماماته وأصدقائه وخارج البيت، بس كأنه هو ضيف في البيت، يعني كأنما الأولاد مو مسؤوليته، كأنما الزوجة مو مسؤوليته، لا يتكلم معاهم، لا ينصحهم، لا يرفه عليهم، لا يهتم فيهم. كيف يمكن أنا في الواقع أحمل كل المسؤولية للزوجة وأنا رب الأسرة؟ أنا رب البيت، رب البيت مو بالضرب، رب البيت ورب الأسرة مو بالضرب والشتم والصياح والإهانة، هذا مو رجولة، أبدا مو رجولة. الرجولة اللي قرأناها قبل فترة رواية موجودة أيضا في اليوتيوب، اسمع عنها، أنه كيف أمير المؤمنين كان ينقي العدس، ينقي العدس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ينقي العدس ويساعد الزهراء في أمر البيت ويكنس البيت، أمير المؤمنين. زين، جنابك الكريم تريد كل الأمور على 24 حبة، وإذا شوية كذا فالإهانة والشتم والسب لأهلها وضعها، هل هذا من حسن الخلق؟ يعني هل شوف هذا يعني مناسب إلى شخصيتك وإلى دينك وإلى إيمانك؟ فهذا يحتاج إلى تربية، واقع بعض الآباء يحتاجوا إلى تربية. بس أنا أعتقد يعني لو واحد شوية يحقق، أعتقد هو ما مرتاح بحياة الزوجية، يعني هو ما يرغب. لا ترغب بس أحلها، قول يا أبا أنا زوجتي ما أريدها، مو أنه تجعلها هالشكل مهانة ومتعوبة وكذا، تقول أنا ما عاجبني، ما عاجبك علي حال، اتخذ قرار، مو أنه تجعل القضية ظلم وإجحاف وضغط وفي النهاية ما عاجبك العجب. نعم أحسنت سماحة السيد. ويانا اتصال من عبد الأمير. نعم يبدو الأخ نعاود الاتصال بس كوني مشاهد عن التلفاز. بلي إن شاء الله. بلي سيدنا ممكن سؤال؟ نعم سماحة السيد اسمعكم وتفضلوا. أنا آكل باليسرى. نعم. وأشطف باليمنى، فما أقدر آكل باليمنى، الجماعة يقولوا لي هذا حرام. نعم واضح. نعم واضح سؤالك إن شاء الله يا أخ. أي والله. نعم إن شاء الله سماحة السيد يجاوبكم، حياكم الله. مشكلتنا عبد الأمير، مشكلتنا أنه كل الناس صارين فقهاء، كل الناس صارين علماء، ومشكلة الناس أنه في أمر الدين بسرعة هذا حرام وهذا حلال. من قال أن الأكل باليد اليسرى حرام؟ منه؟ وين آية رواية فتوى وين أن الأكل باليسرى حرام؟ يا إخوان أكو هناك قابليات، أكو هناك على حال جينات، بعض الجينات الموجودة في الإنسان أنه يكون باليسرى، يأكل باليسرى، يكتب باليسرى، أصلا في تركيبته هو يختلف. هذا ما كل لا حرم ولا هم يحزن أبدا. وكذا الكراهية سماحة السيد. نعم كراهية أخي، إذا أنا ما يعني إذا أنا ما أقدر. نعم لمن يمكن له أن يستعمل اليمنى يستعمل يسرى أكو كراهة. أما أنه أنا نشأتي هالشكل، تركيبتي هالشكل، أنه أنا حسب تعبيرنا يسراوي، خوش المسؤول، فلا إشكال في ذلك، وهذا الكلام كله غلط ولا تهتم به أصلا. نعم سمعت السيدة أيضا معنا رسالة عبر المجيب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمي مريض ولا يستطيع العمل ودخله قليل وهو مطلق زوجته وعليه أن يدفع لها النفقة، وأبوه حالة المادية جيدة ويستطيع الدفع له، ولكن تم تقسيم النفقة على أخوته وبالتالي تم التقليل من دخل عائلتي بسبب بنسبة كبيرة في سبيل دفع النفقة، فهل هذا صحيح أم أنه من واجب الأب أن يدفع له؟ طبيعة الحال الأب إذا كان متمكنا والولد والابن فقير فيجب على الأب أن ينفق على ولده،
أما إذا الوالد في واقع الحال يلقي المسؤولية على الآخرين وهو هذا يقوم عليه حال سيسأل يعني سيحاسب على هذه على هذا التقصير في أداء ما عليه من الواجب. أما الأخت تشتكي أنه أنا قل يعني مدخولنا بسبب النفقة اللي لازم يعطيها بالمحكمة. هذه لابد أنت تبينين يعني بطريقة أو بأخرى، ولكن عموما عوائلنا هالشكل يعني الأب يفرض نفسه والأولادهم يسمعون كان الأب مخطئ أو كان مصيب. هاي أيضا شيء من جهة زين من جهة مو زين. من جهة زين أن طاعة الوالدين بشكل جيد وآداب الأولاد ويا آبائهم جيدة، ولكن من جهة غير جيد باعتبار أن الأب يطغى وإن كان على غلط ويطاع وإن كان على غلط، هذا مو صحيح. الأب إلى متى هو يكون إنسان منصف؟ إذا كان الأب متفقه، أب واعي، أب حكيم، نعم طاعته كلش جميلة. أما أب عنده سفاهة وعنده على حال تكبر وغرور ويفرض على الآخرين بدون تفكير، هذا غير مطلوب. نعم، أحسنتم سماحة السيد بهذا القدر. نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم سماحة السيد والله يحفظكم إن شاء الله. وكذلك شكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله ورعايته.